الفست اللي لابسه والشنطة الإسعاف، ما بعدتش عن سيارة الإسعاف أبو 10 متر، ما شفت وين الطلق جايين في بطن من هان، طلع من ظهره من وراه. بعد ما دريتش عن حالي بعد ما تصابت، أثرت حاجات كتير يعني، أثرت مثلا يعني ما أقدرش إن مثلا أول كنت فعال معهم، اليوم يلا سلامة ما بقدرش إن مثلا غض النظر لو بدي أطلع معهم بقدرش يعني، بتعب.